يو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارتي برجع لكم بمقطع جديد من فرو. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم، اليوم جايب لكم موقع CN Direct. CN Direct ده موقع عالمي بأحدث المنتجات والأزياء. أنا عارف إنه كلمة الأزياء دي ما حتستخدمها، ما في حد يقول أين زيوك ما أدريش، بس ما لقيت غيرها. الزبدة إن الموقع ده يبيع كل شيء بداية من أجدد الملابس للعيال والبنات، وبرضه يبيع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من ابتكارات واختراعات وإنجازات. طبعاً الموقع ده يدعم الشحن لجميع أنحاء العالم في مدة قصيرة، واللي عجبني فيهم إنه أسعارهم رخيصة جداً مقارنة بالمواقع الثانية. بحط لكم رابط الموقع ده في الديسكريبشن وشيك عليهم بعد المقطع. المهم ندخل في موضوع اليوم واللي هو عن النجم العالمي فيحان. فيحان جاب العيد من جديد للمرة المليون، والمرة دي مو في نفسه بس، المرة دي جاب العيد في نفسه في مدير مدرسة وفي مدرس كمان. ما أحب إنه يجيب العيد لحاله، فقال خلينا أورد كم واحد معايا يا رجال. وللي ما هو عارف مين هو فيحان، ولا يحسب إنه فيحان ده إنسان فاهم ولا عنده بكالوريوس ولا ماجستير ما أدري إيش، غلطان يا رجال، هذا هو فيحان. بابا نجل معاشة نروح يما الأغنام نجيب حليب الضان، بابا بيجا 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 بيجا. فيحان ده انشهر من برنامج الكيك. طبعا البرنامج ده خلاص غبر وانتهى، وكانوا يستخدموه في القرون الاولى قبل 30 ولا 40 سنه تقريبا. المهم انه فيحان ده انشهر من البرنامج ده، لين وصلوا متابعينه في الانستغرام لمليون متابع. وبعد ما بدات شهره فيحان تزيد، بدا يطلع في لقاءات في التلفزيون، وتقريبا جاب العيد 96 مره، وهذه واحده منها. يعني انا منذ الصغر يعني او شيء كنت متابع الشخصيه هذه، هذا اولا. ثانيا يعني بصراحة هو كان الصوت القريب في حنجرتي، فكان هذه كانت الموهبة هذه من زمان. وش بلاح ضايف يفلتها في برنامجي، وش خلاني استضيف الكائن ذا. طبعا لسه دي كانت بدايه فيحان مع الاعياد، وعشان لا يطول المقطع ويصير اكثر من 5 ساعات، نسوي سكيب لنص الاعياد اللي جابها ونجي لاخر شيء. فيحان طلع في مقابله مع قناه ما ادري ايش اسمها، وبدا المذيع يساله اسئله بديهيه وما يبغى له اي كذب، بس فيحان لسه ماسكه معاه هرجه لقد خدعتكم ما ادري ايش، وبدا يكذب من جديد. عشان مختلف فيحان، ترى تبغى فكر، تبغى ثقافه. وش شهادتك يا فيحان؟ شهادتي ايش اسمه، اللهم صل على محمد، جامعة. وش التخصص؟ شو اسمه، هندسة إلكترونية. كمل. هندسة إلكترونية، درست في هنا في الرياض ولا؟ اي نعم. الحين قول لي شو اسم المعهد. لا مو المعهد، جامعة تقول معهد. اوكي لا قول شو اسم الجامعة، شو اسم يا فيحان. ترى عادي جيب الشهادة، ترى الشهادة وكل حاجة في السيارة، انزل الحين واجيب. فيحان يحمد ربه انه المذيع ما هو حقار وما هو من النوع التحشيري. انا لو بدل المذيع ده اشيل الكاميرات واشيل طاقم التصوير والاستوديو كله لين سيارته عشان يطلع لنا شهادته عشان يبطل كذب، بس بعد كده بعدين يسوق امه ذا ولا ايش؟ مين الانسان العاقل ذا اللي يدرس بالقليل 4 سنوات عشان يطلع شهاده هندسه الكترونيه في النهايه يحطها في سيارته؟ انا لو معايا شهاده من النوع ذا بستاجر بودي جاردات وقناصين عشان لا تضيع ولا تنسرق، قال حاطها في سيارتي. قال الزبده نقول انه فيحان يمكن مشيها على المذيع الاول لما جاء قال هندسه كهربائيه ما ادري ايش، لكن ليس كل مره تسلم الجره الكاميرا، لكن في اشياء بعيدا عن الكاميرا يمكن ما حد يدري عنها، ما حد يدري عن ايش انا دراسات، ايش انا معي شهاده. ايش درست؟ ايش شهادتك؟ جامعه. اي جامعه؟ جامعه الملك سعود. التخصص؟ علم نفس. فيحان المره الاولى نجا بعجوبه لانه المذيع ذا كان مسكين، بس المره دي غلط غلطه عمره وطاح في مذيع ما يرحم يا رجال. علم نفس. جميل جدا. طيب عشان بس نثبت لهم، لان بعضهم يقول انت ذكرت معلش في برنامج سوالف رياضية مع الناقد الرياضي خالد قاضي، سألوك عن تخصص، قلت لهم هندسة، ما أدري إذا المقطع موجود يا شباب. موجود المقطع، أي هندسة. هندسة؟ علم نفس وهندسة، أنا طالع مصر دارس هندسة وهنا علم نفس. في أي جامعة في مصر؟ في القاهرة. أي جامعة؟ شو اسمها؟ جامعة القاهرة. جامعة القاهرة، درست 4 سنوات؟ جامعة الدول العربية. الله، وده فاكر بجد انه جامعة الدول العربية دي جامعة علم وبكالوريا ومش عارف ايه؟ وده اسمه ايه؟ يا رجال لا تحط عقلك في عقله، بقول لك ده اسمه ايه؟ يا ابني سيبك منه. الدول. ايه. درست 4 سنوات هناك؟ لا ما درست، تقريبا سنة. هندسة في ايش؟ هندسة. هندسة ميكانيكي. هندسة الكترونية. علوم نفس؟ علم نفس. هندسة ميكانيكي. شيت يا حينا، والله الزول ده مسخف يا مان، عليك الله 3 شهادات، شهادتين هندسة وشهادة علمي نفس.
هيا انا فيحان ده شنو يا اصول؟ انت اينشتاين عديل وانا بقول لك ده اسمه ايه؟ شنو الاسم ايه ده يا اخي؟ يا اخي تطلع ليه في اي حته داير مني شنو؟ يا ابني انت مالك بتستعبط؟ هو مين كلمك دلوقتي؟ هو انت مالك عايز شابورة ايه انت كمان؟ انا ما باكلش شابورة، الكلام ده معروف اصلا. ما تسكت خلاص يا ابني. انا ما ابغى اقاطعكم بس حاب اقول اني ما قد شفت المذيع ده يضحك في اي مقابله غير مقابله فيحان. انا بالنسبه لي اذا ضحك المذيع ده على طول اعرف ان هنالك خطبا ما. عفوا ما ادري في شيء ذا الهندسه مو احنا لا ما قصدي جيش نيكو فيه كل شيء. طيب اغلقت ديسكور ابيك تعذرني والله غصب عني. لا عليك اعذرونا مشاهدينا مسكت عطنا الموضوع. وبعد ذا كله فيحان لسه ما تاب. بعد الحاجة دي كلها فيحان زودها شويتين وتقدم لرئاسة نادي الاتحاد. هو ما ادري حسب انه رئاسة نادي سهلة زي المقاطع اللي كان يسويها في الكيك ولا يطقطق ولا ايش موضوع بالضبط، انا ما ادري ايش صاير، لكن انا شايف انه جات في اللي كان يسويه. الزبدة انه جاب العيد وبس. خلف فيحان ناس داعمين، يعني مثل ما ذكر الشيخ منصور بلو انه هناك شيك مفتوح، فخلف فيحان رجال داعمين باذن الله، ممكن نقول اكثر من الشيك المفتوح. لما دخلت النادي يعني ما كان ذاك الاستقبال الكويس، دخلت يعني كنا الناس مستقبلين بدون نفس، يعني كانهم يقولون لي تبطي عظم انك ترأس النادي. يعني ايش كنت تتوقع بالضبط؟ انت كنت حاسب انه بيستقبلوك بالزهور والتصفيق الحار ما ادري ايش؟ انت تحمد ربك انهم فتحوا لك الباب. اذا ما انحل داخل النادي انا راح اتوجه للامير عبد الله بن مساعد. عشان تنكرش من نادي وامير كمان. اداره الاتحاد الوقت الحالي تحتاج الى رجل محنك، رجل عصام ذو فكر متوازن. ذو فكر متوازن؟ شغل المقطع ذاك من جديد. بابا نجل معاشه نروح يم الاغنام نجيب حليب الضان بابا بيجا 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 فيحان ذا وصلت الزناوة معاه لدرجة انه راح محل رياضة وكتب اسم اوزيل في فانيلة الاتحاد وقالوا نتعاقد معاه. مسعود اوزيل راح يكون مع نادي الاتحاد بالتوفيق لمسعود اوزيل اللي يقول لي اربع اجانب الان الاتحاد موقعين معاهم، راح نفسخ على الكهرباء وراح يكون البديل مسعود اوزيل. ان شاء الله هالصفقة سيبكي منها فرح جمهور الاتحاد. سؤال بعض الاخوة الاعلاميين لما طرح مفاوضاتنا مع بنزيما، بنزيما تفاوضنا معه بشكل مبدئي في ساحة الحرم، الى الان في ترددات من اللاعب هو يلعب في جدة ولا ما يلعب، الاختلاف كان بسيط بسبب. وبعدها فيحان طلع في التلفزيون من جديد وسألوه عن ميزانيته عشان يترأس الاتحاد، وبصراحة عرف يصرف الموضوع. في الادارات السابقة خلي الادارات السابقه ممتاز. انا اتكلم ممتاز. عن فيحان الان اللي مرشح نفسه ورايح ومتعني لنادي الاتحاد بنفسه وقال انا مقدم ملف. كم ميزانيتك؟ واحد شيك فوق المفتوح. كم يعني شيك فوق المفتوح؟ يعني تتصور كم يعني مليار مثلا؟ ان شاء الله. اثنين داعمين، المليون عندهم مثل الريال. بصراحة أنا أقوم أصفق لفيحان على التصريف السؤال هذا، وغير التصريف حقه أنا ما ضحكني إلا طريقته في الكلام. أخونا في الله فيحان مسوي إنه الوليد بن طلال في الحلقة هذه، قال لك إنه جايب ورقة وقلم وقاعد يسجل نقاط واحد واثنين وشيك مفتوح مدري إيش. والله لعبها صح. دحين نسيب ذا كله ونجي للجديد. فيحان ذا زار مدرسة في الطائف قبل كم يوم وبدأ يلفلف في الفصول يلقى المواعظ والخطب مدري إيش، وزيارته دي نتج عنها فصل مدرس ومدير المدرسة كمان. عساكم طيبين. أمام جيل المستقبل. الله يسعدكم إن شاء الله ويوفقكم ويخليكم ويرحم والديكم ويرفع قدركم. من الصغر كنت أقرأ كتب، كنت أقرأ كتب غازي السيد إبراهيم فقي، كنت أنمي عقلي أو أغذي عقلي بقراءة الكتب. أتمنى لكم تستغلون وقتكم بقراءة. أعطي وقتك للقراءة، ابعد عنك التسلية والترفيه، غذي عقلك بالقراءة. تغذي عقلك في إيش؟ نعم شكرا لكم. غذوا. طبعا أنا في الصغر كنت أسرق من أبي النقود لكي أحصل على الكتب.
سيبوكم من الكذبة دي وركزوا في اللي لابس أحمر. الطالب ذا قافلة معاه الصح من فيحان. لكي أحصل على الكتب، لكي أحصل على الكتب، لكي أحصل على الكتب. طبعا أنا ما عندي أي مشكلة مع فيحان ولا أكره ولا أي شيء، بالعكس إنسان ناجح في مجال الكوميديا، لكن دخل مجال ما الأم صلح فيه. أنا ما أدري أصلا ليش حاس إنه فيحان قاعد يطقطق في كل شيء، وحاس إنه بيجي في يوم من الأيام بيهرج ويقول إن كل شيء كان مقلب بداية من مقابلاته لين ترشحه لرئاسة نادي الاتحاد، لأنه لو طلع ذا كله من جد الله يعينه على نفسه. وبس كان هذا كل اللي كان عندنا. اشترك في القناة وتنضم للقافلة، ولا تنسى تكسر زر لايك لين اليوتيوب يشتكي. نشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. اها اول من جديد، والمره دي قرب منه بس برضه الطفل فلت منه ودخل البيت وما زبطت معاهم الخطة بي، وبعدها قفلت صح مع ابو جنية، فقرر انه يستخدم الخطة الاخيرة واللي هي الخطة سي. الخطة الاخيرة عند ابو جنية كانت انه يمشي لبيت زوجة الرجال شخصيا عشان يفرشها،